مجسر 90 يعد من المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي نفذت في مدينة كركوك، وهو من أكبر المجسرات في العراق، ومن شأنه خدمة أهالي المحافظة بشكل كبير. دخل مجسر منطقة 90 للخدمة ابتداء من مساء أمس، حيث بدأت حركة سير المركبات تأخذ انسيابية واضحة. مجسر 90 من المشاريع الحديثة التي تضيف إلى مدينة كركوك صورة عمرانية جديدة تتناسب والواقع العمراني الذي تشهده المحافظة في مختلف المجالات. نحن الآن على سطح جسر 90، هذا الجسر من ضمن مجسر تقاطع 90. الجسر بأربع ممرات، ممرين للذهاب ممرين للإياب، يربط منطقة 90 بمنطقة بهو البلدية ومركز المدينة. الجسر هذا من ضمن المجسر المتكامل الذي يتكون أيضا من نفقين، نفق شارع القدس الذي يربط نقليات بغداد وبالتالي الشارع الحولي لمدينة كركوك مع شارع القدس وامتداد القدس إلى طريق بغداد أيضا، والنفق الثاني نفق شارع فلسطين الذي يربط امتداد جسر الشورجة جسر الثالث برئاسة الصحة وبالنفق ومن ثم بالمنتجات النفطية. هي مفخرة لكركوك بأن إحدى إداراتها إحدى دوائرها تقوم بإنشاء هذا المجسر من خلال بلدية كركوك بإدارة مهندسين أكفاء. تم إنجاز المجسر الرئيسي وتم إدخاله للخدمة استخدامه من قبل المواطنين وأحد الأنفاق، والعمل جاري في النفق الآخر الذي سينجز خلال شهرين القادمة، حيث تأخر العمل في هذا النفق بسبب إجراءات الاستملاك وأعمال الموقع من الحدائق والشوارع الخدمية مستمرة. قطع شركة المنصور تم معالجة الموضوع مروريا، والشارع الموجود حاليا كان يربط الاتجاه القادم من غرفة التجارة، كان هذا شارع هو اللي كان اعتبره كشارع بديل، والآن هسه تصميم المجسر هو راح يحكم حركة المرور في هذا التقاطع. من على مجسر 90 الأساسي الذي دخل الخدمة اليوم، يبدو واضحا التصميم الثلاثي، المستويات الثلاثية لهذا المشروع، حيث من على الجسر أيضا هناك النفق وما عدا المستوى الوسط وهو مستوى الأرض، وهنا حيث أقف هو المستوى الثاني للمشروع، مشروع مجسر 90، حيث مستوى سطح الأرض والتقاطعات تحت هذا المجسر التي تتفرع إلى مناطق المدينة، والمستوى الثالث هو النفق الذي يعد امتدادا لشارع القدس باتجاه منطقة مهمة أيضا هي محطة نقليات جراج بغداد. طول المجسر مع مقترباته يبلغ 800 متر مع نفقين وممرات جانبية تعمل على توزيع سير المركبات لأكثر من 10 مناطق دون تقاطع. خدمية هنا جراج بغداد وحيل زين، وإن شاء الله بعد أكثر تطور وجسور وتبليط. شلون كسائق شلون شوف كركوك اليوم؟ والله حلوة حلوة حيل كركوك. وكان أكو أزمة مال سير قوية، فالحمد لله انحلت، ويا فرق على الأقل واحد يقدر يطبق سيارته يقدر يتسوى، قبل ما كان يقدر. متابعة إدارة محافظة كركوك وحرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها حققت نجاحات كبيرة على صعيد البناء والخدمات. فارس الماجد، فضائية كركوك. نظم